تربوها لانفيرميير كما كتشوفوا حنايا هنايا خدامين في الغابه الدبلوماسيه. كما كتشوفوا دابا بداو كيتزادوا ليكا بزاف، وكما كتشوف عندنا صعوبه ديال الحراره، الجو سخون، وكنكونوا لابسين هذا اللباس باش تبقى به نهار كامل شويه صعيبه. كنطلبوا من الناس زعما يلتزموا بالحجر الصحي ويلتزموا بالاحتياطات ديالهم باش يحميوا راسهم ويحميوا جميع المسلمين، الله يحفظنا كاملين من هذا الوباء. صراحة الله حنايا هنايا راه تقريبا شحال ما شفنا العائله ديالنا، توحشناهم، توحشنا نكونوا معاهم. كنوجه لهم تحيه العائله ديالي كامله، والله لقينا عما قريب ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم، معكم فيصل انفيرمير. نهضروا على الصعوبات اللي كنعيشوهم هنايا مع لي مالاد. الصعوبة الأولى هي اللباس اللي كنلبسوه، يعني الدقيقة الأولانية باش كتلبس اللباس ديالك راه كتحس براسك فهمتي في وسط فران، ماشي أنك لابس اللباس. وحاجة واحدة هي أنا بغيت نوصل واحد الرسالة للناس اللي ما كيعدلوش الاحتياطات ديالها، وكنتمناو من المغاربة كاملين جينيرال يعدلوا الاحتياطات ديالها ويلتزموا بالحجر الصحي كما مثلا في حال طنجة، يعني بداو كلشي كيخرج بلا الكمامة بلا حتى حاجة، ما كاين لا تعقيم لا والو. كنطلبوا منهم انهم يعدلوا الاحتياطات ديالهم، يسمعوا لهضرة وزارة الصحة ويعدلوا الالتزامات ديالهم باش نقدروا نحبسوا هذا المرض هذا اللي حنا فيه. السلام عليكم، معكم خلود قراري اورجونتيست انفيرميير ديبلومي ديتا. بعض المرات اللي كانت الخدمه راه كنبقاو حتى 6 ساعات، بعض المرات كتبقى على حساب نتينا والجهد ديالك. المهم اللي كنبغي نقول للناس يردوا بالهم بزاف، وكورونا راه ماشي لعبه، ماشي كذوب، ماشي راه حنا اللي خدامين معاهم، والناس هنايا ها هما مراطين زعما مع هادشي هذا، ماشي كذوب. واللي كيقول لك كورونا لا راه غير كذوب ولا شي حاجه، راه تجي تشوف هاد الناس عاد تحس بهم. وديروا الوقايه ديالكم وما تستهزئوش بهذا المرض هذا، وعافاكم ردوا البال لراسكم.